بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأفاضل، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللايف الجديد اليومي. طبعا يعني بداية بحب أذكركم بضرورة الاشتراك في قناتي ومتابعة الحلقات اللي احنا بنرفعها كل يوم، وسلسلة اللايفات اللي احنا أيضا بنرفعها على قناتي وعلى حسابات السوشيال ميديا والإنستغرام. فكن متابع لقناتي لأنه إن شاء الله يعني فيها كل جديد من طرق النجاح العملية على المستوى الشخصي أو على مستوى تطوير الذات أو حتى على مستوى البزنس. واليوم نتكلم إخواني الأفاضل في موضوع مهم جدا، يعني يهم الجميع، واللي احنا حابين إن شاء الله اليوم يعني نتناوله بمثال عملي. وخلينا نبدأ بما ذكره براين تريسي في كتابه The Psychology of Achievement. براين تريسي ذكر أنه هناك 4 مليونيرات، تمام، بدأوا حياتهم يعني من الصفر، وهؤلاء يعني عندما وصلوا سن 35 أصبحوا مليونيرات، تمام. هؤلاء جربوا حوالي 17 عملا في حياتهم المهنية، يعني هؤلاء جربوا 17 عمل إخواني الأفاضل حتى وجدوا العمل الذي ارتقوا به أو من خلاله إلى القمة أو صعدوا سلم النجاح. فأنت تصور كيف يعني 17 عمل حتى وصلوا للعمل الذي يناسبهم ووصل بهم إلى القمة. عشان هيك أنت ما تستغرب لما أنت تجرب مرة ومرتين وثلاثة وما يعني ما تزبط معك من أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة، تمام، فغيرك يعني يجرب 17 عمل حتى وصل إلى القمة. فعشان هيك أنت ما تبخل على نفسك أخي الكريم، لو فشلت مرة أو مرتين أو ثلاثة ضلك حاول. المحاولة والاستمرارية وعدم التوقف والتحرك هو اللي بيخليك وبصنع منك إنسان ناجح أخي الفاضل. وعشان هيك احنا يعني بنطلب من الإخوة اللي دائما بيسألوني عن موضوع الفشل والنجاح والنجاح في البزنس، يعني ما ييأسوا، لأنه غيرهم يعني حاول 17 عمل حتى وجد العمل الذي يناسبه ويناسب ميوله وشغفه وأصبح من الناجحين من خلاله. ومن هذه النقطة بننطلق إلى نقطة أخرى، وهي أنه كيف هؤلاء الناجحين في خلال 35 عام مروا بظروف صعبة وبتحديات وبمشاكل. طبعا لولا أن وجود الإصرار والمثابرة والعزيمة والمرونة العالية من التكيف مع الظروف، يعني لازم إخواننا الأفاضل، وإحنا ذكرنا هذا الكلام وهذا الصفة أنه المرونة، من يعني أصر على التغيير. طبعا هذا في حلقة التغيير، اللي يعني ما شاهد حلقة التغيير شاهدها على قناة تلمنس، هتلاقوها موجودة. ذكرنا أنه من شروط التغيير لازم يكون عندك مرونة عالية حتى تكون قادر على ملائمة الظروف والتغيرات والتحديات، وتحاول دائما أنه أنت تتلائم مع الأوضاع المختلفة. لأنه للأسف لو أنت ناجح وما بدك تتلائم دائما مع الظروف الصعبة أو تتجاوزها أو تكون مرن، للأسف حتفشل وحتنكسر من أول مرة أو من تاني مرة. عشان هيك التعامل مع المشكلات والمرونة العالية والتلائم مع الظروف وتهيئة الظروف لصالحك أخي الكريم، هذه هي سر وأساس النجاح، وهذه من متطلبات التغيير. عشان هيك ما في تغيير بدون مرونة إخواني الأفاضل، اتفقنا؟ طيب، وخليني يعني أختم هذا اللايف بنقطة مهمة جدا، أنه إن شاء الله إحنا حنستعرض مع بعض يعني بعض الكورسات وبعض الكتب المجانية. حيصير إن شاء الله يعني في نهاية هذا الشهر تقريبا حيكون في لي كتاب يعني أو دورة عملية إلكترونية مكتوبة طبعا بعنوان كيف تزود أرباحك ومبيعاتك من خلال استراتيجية المحيط الأزرق. طبعا هذا حيكون أول منتج رقمي لي بفضل الله تعالى، وحنزله طبعا على الموقع الخاص بي إن شاء الله. يعني تتابعوا الحيثيات والتفاصيل بعد ذلك وأبلغكم بها أولا بأول. خليني أخذ إذا يعني أحد من الإخوة لديه سؤال أو استفسار. يعني أهلا بالإخوة الأفاضل الذين انضموا إلينا في هذا البث المباشر، أهلا بك يا رحاب.
نور، أهلا بك. طبعا أختنا الفاضلة على مجموعة الواتساب يعني بتحكي لي إنه بدنا حاجة هيك في آخر الأسبوع تنمي الروح أو تقوي من شخصيتنا. أهلا وسهلا بك يا رحاب، بارك الله فيك. أيضا خليني يعني أذكر بعض الشغلات أو بعض الخصائص إخواني الأفاضل اللي بتنمي فينا الروح وقوة الشخصية. أول شيء أخي الكريم، عشان أنت تتصف بقوة شخصية، أول شيء لازم يكون عندك ثقة بنفسك. كيف يعني ثقة بنفسك؟ تكلمنا عن موضوع الثقة يعني، واللي ما شاهد الحلقة على قناتي شاهدها فورا بعد هذا اللايف، حلقة مهمة جدا إخواني الأفاضل. الثقة بالنفس هذه قلنا تنبع من إنه بكون عندك دائما أنت على الدوام بتطور معرفتك، بتطور مهارتك، بتطور دائما السكيلز الخاصة فيك، الميول، الشغف. أخي الكريم دائما حاول تستثمر طاقاتك الكامنة. وحكينا إنه أنت عشان تكون يعني قوي الشخصية لازم تكون على دراية ومعرفة بمجالك وتخصصك. خصوصا يعني في الأخت إسراء سألتني سؤال على السوشيال ميديا، إنه طيب لو كان أنا عندي ثقة بنفسي وواثقة من مهاراتي وقدراتي، لكن أنا في جانب معين في أنا حاسة في إنه عندي يعني ضعف شخصية يعني، أو حاسة إنه عدم ثقة بنفس، تمام؟ هذا الإشي يعني لا يعمم، يعني لا يعمم على إنه أنت شخصيتك هي فيها عدم ثقة. إخواني الأفاضل يعني ممكن يكون في جانب من الجوانب في عدم ثقة، لكن أنت بشكل عام لديك ثقة بالنفس. طب خلينا نضرب مثال. الآن أنا بفهم في تطوير الذات، بفهم في تطوير البزنس، تطوير الأعمال. لو أنت حكيت لي بدنا نتكلم في مجال كرة القدم ومجال لعب الباسكتبول أو طبعا أنا ما بفهم شيء، تمام؟ لو واحد عمل معي مقابلة تلفزيونية أو رياضية في هيك موضوع، حاب كيف حيبين يعني شكل إخواننا الأفاضل؟ يعني أنت لو تقيس، لو تقيس أو تتخيل الصورة هذه أخي الفاضل، شو حي يعني شو حتبادر لذهنك؟ إنه أنا مش حجاوب ولا سؤال، وحتى تأتأ وحتى لعثم، وحيكون عندي تردد ومش حجاوب السؤال 100%، وحيبان علي يا اخواني الافاضل من شكلي انه هذا يعني في يعني عدم ثقه. ليش؟ لاني ما عندي معرفه بهذه المواضيع، ما عندي علم بهذا الموضوع اللي هي مجال كره القدم او الباسكتبول. عشان هيك انت مهم جدا زي ما حكينا انه من اساسيات قوه الشخصيه انه يكون عندك معرفه بمجالك، قوي في مجالك. يعني لاحظوا يا جماعه، لما احنا مثلا انسان نعجب به وبعلمه الغزير، انت ايش بتحكي؟ والله هذا الشخص واثق بنفسه يا اخواني الافاضل، والله هذا كذا. بتصير تحكي طب ايش هو الاسباب؟ بتقول والله عنده يا اخي علم، علم واسع ما شاء الله، هذا بحر في الكذا، بحر في فانت يا اخي الكريم يعني مجرد انه انت ما تشوف يعني الشخص وطريقة كلامه ووقفته وهيبته، انت بتلاحظ عليه اخي الكريم. طيب، وأيضا عشان عوامل الثقة بالنفس أو قوة الشخصية أخي الفاضل، لازم يكون عندك لغة الجسد مهمة جدا في هذا الموضوع. قديش أنت بتكون يعني ساند ظهرك في أثناء الجلوس، رأسك مرفوعة دائما، أكتافك يعني لورا، تمام؟ يعني بشكل مستقيم دائما، وقفتك برضو بتكون موزونة وسليمة بدون يعني اهتزاز وعدم ثقة، دائما إيديك هدول مش لورا، دائما إيديك يعني في وضعية محترمة متزنة. هذه الأمور حتى يعني شكل البادي لانجوج تبعتك هذه بتدل على ثقتك بنفسك أم على عدم ثقة. بتلاحظوا العدم واثق بنفسه شو يعني؟ بتلاقي إنه راسه مايل هيك مطامل، أو ظهره لقدام شوية، وقفته يعني فيها ميلان، فيها ذبذبة، وحتى آراءه ردود أفعاله ومواقفه بتلاقيها متذبذبة وفيها عدم تردد. الأخوة الأفاضل في بعض الأسئلة ممكن خلينا نجاوبها. يعني أود أن أدخل التجارة الإلكترونية بس عندي نقص باللغة الإنجليزية. والله أخي الفاضل يعني موضوع اللغة الإنجليزية يعني أصبح موضوع يعني مهم جدا كاللغة العربية، حتى يمكن تفوق على اللغة العربية للأسف يعني. وهذا يعني ليش؟ لأنه أخي الكريم كل مجال العلوم يا دودي كل مجالات العلوم اليوم والعلم والمعرفة والتطور والحداثة، تمام، أصبحت والتكنولوجيا والعولمة كلها باللغة الإنجليزية للأسف. يعني اليوم أغلب أبحاث العالم المتقدمة والمتطورة باللغة الإنجليزية للأسف.
يعني حتى موضوع الماجستير الخاص بي، لما أنا كنت أبحث في أخي الكريم ما لقيت مصادر عربية للأسف، يعني أتأسف على ذلك. يعني اضطريت أبحث كل الأبحاث الخاصة بالمراجع السبق والأدبيات كلها باللغة الإنجليزية. إذن العلم الحديث، التطور، الإبداع، أنت عشان يعني تواكب العلوم تواكب التطور لازم تكون لغتك الإنجليزية قوية، هذا لا محال. وخليني أنصحك موضوع اللغة الإنجليزية مع مين. أنت ممكن تمشي يعني يوتيوبر رائعين في مجال اللغة الإنجليزية، في الأستاذ إبراهيم عادل، تمام، قناته زد أمريكان، هذا إنسان رائع رائع جدا في اللغة الإنجليزية، ما بتزهق منها بل إنه تستمتع فيها أخي الكريم. وفي أيضا الأستاذ المصري أيضا يعني هو معروف، ممكن أرضي تتابع قناته، هذول لو تابع قناته أو حتى لو اكتفيت بالأستاذ إبراهيم عادل وطبقت يعني بشكل جيد ما يذكر في حلقاته في القناة والمنهج اللي هو ماشي عليه، تمام، هذا يكفيك. طور نفسك باللغة الإنجليزية لأنه التجارة الإلكترونية مطلوبة أخي الكريم. اليوم التجارة الإلكترونية أصلا هي أساس البيزنس، يعني هي تتصدر يعني قمة الترند العالمي في البيزنس، يعني ممكن تكون مصدر دخل قوي قوي بشكل أخي الكريم. يعني اليوم تنظر إلى موقع سوق دوت كوم، علي بابا، جمالون، حتى اليوم الشركات اللي كانت تشتغل بشكل تقليدي اليوم كله صار له يعني بلاتفورم على التجارة الإلكترونية ويبيع أونلاين أخي الكريم. خصوصا في وضع الكورونا أثبتت الأونلاين يعني بلاتفورمز يعني جدارتها وصعدت إلى القمة. عشان هيك مهم جدا إنه أنت تاخذ اللغة، تطور نفسك باللغة الإنجليزية. إيمان، أهلا وسهلا بك يا إيمان. خلينا احنا هيك يعني ما بعرف اذا شخص او احد لديه سؤال فانا فاضل، تمام. وعشان هيك انا خلينا اكمل في نقطتين وحنهي اللايف ان شاء الله تعالى. يعني على ذلك لو حد عنده سؤال يحاول انه يكتب هذا السؤال على انجاب، وهذه فرصة انه احنا نتبادل الخبرات والمعارف ونطور من انفسنا. وزي ما حكينا انه اخواني الافاضل من الاشياء اللي بتنمي القوة الشخصية عنا ايضا الايجابية، لازم انت تكون ايجابي اخواني الافاضل. الايجابية هي اروع شيء في الوجود، ليش؟ زي ما ذكرت انا قبل هيك، لانه الانسان الايجابي، تمام، ما في ليس له حدود تشيله تقييد، كل الطرق والسبل مفتوحة له، جميع الخيارات متاحة والبدائل، يسلك الطريق الذي يشاء، وإنسان يعني بيعيش كما يحلو له. طبعا لا تعثره مواقف أو تحديات أو ظروف صعبة أو ما بعرف الأمور اللي الوضع الصعب، الاقتصاد صعب، و يا أخوان الفضل. فعشان هيك إحنا ندعوكم للإيجابية، ندعوكم للتفاؤل دائما، ندعوكم للأمل، عدم التفكير بالماضي، التفكير بوضعك الحالي والتلاؤم مع هذا الوضع. خلي عندك مرونة، خلي عندك عين دائما تنظر إلى النجاح أخي الفاضل، دائما تخيل في مركبتك أو تخيل في عقلك شيء موجود مادي، يعني مثلا قمة شجرة، قمة جبل، قمة شيء عالي ومرتفع شاهق الارتفاع، تخيل هذا الشيء بأنه النجاح، القمة اللي انت بدك تصلها عشان تنجح اخي الكريم. تخيل دائما هيك موقف ونجاحك انه موجود في هذه القمة وانت بدك تصعد اليها وعينك عليها، دائما عينك عليها. يعني احد الخبراء المحفزين بتكلم، او احد الناجحين العظماء، يعني قرأت هذا الكلام يعني استذكره الان في هذه اللحظات، انه كان يحكي لك انه دائما شعاع الشمس انظر اليه وخليك يعني كشعاع الشمس، يعني انظر لشعاع الشمس ولا تنظر لغيره، يعني حدق في شعاع الشمس كانه هو النجاح، كانه هو السبيل لنجاحك، ما تنظر لا يمينا ولا شمالا، انظر دائما مستقيما الى شعاع الشمس، انه هذا النجاح والنور الذي يعني يضيء لك طريق النجاح. عشان هيك لازم نخلينا دائما اخواننا الافاضل متفائلين، متحمسين، ايجابيين، مبادرين، تمام. دائما خلينا تفكيرنا ايجابي، ابتعد عن السلبيه، الاشخاص السلبيين، لانه هذا هو اساس النجاح وهي القاعده الاساسيه المتينه اللي احنا بنبني عليها نجاحاتنا. وان شاء الله هيك انا يعني تقريبا وصلت لنهايه هذا اللايف.
بتأمل هذا اللايف يكون نال إعجابكم، وحاولوا تنشروا هذه اللايفات على حساباتكم لأصدقائكم وأحبابكم ليستفيدوا يعني، وينبث فيهم روح الإيجابية والطاقة يعني، لأنه إحنا يعني بصراحة مليئين بالحزن والكآبة والتعاسة للأسف يعني. الكثير من الأسئلة دائما يعني تنهال علي بالمشاعر السلبية، بالحزن، بالاكتئاب، فعشان هيك احنا يعني لازم اخوانك الافاضل نكون مصدر لنشر الطاقة الايجابية في هذا العالم العربي ولاصحابنا ولاصدقائنا، ونحاول نبث في انفسنا روح معنوية تساعدنا على انه احنا نضل مستمر في طريق النجاح ان شاء الله. طبعا الاخت ميسون اهلا وسهلا بك. طبعا انا يعني بقدر وبشكر كل الذين انضموا الينا وشاهدوا هذا اللايف، والإخوة الأفاضل اللي ما انضموا إلينا بدهم ينضموا إلينا إن شاء الله في اللايفات القادمة. طبعا مساءكم سعيد، وأتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة ورائعة وإيجابية وملؤها النجاح. طبعا لا تنسوا مراجعة الخطة الأسبوعية الماضية اليوم، وإنه أيضا تضعوا لأنفسكم خطة أسبوعية جديدة، يعني أما بدعوكم تحطوا خطط تفصيلية يعني لا، عناوين رئيسية لخططكم القادمة، وتراجعوا الخطة الماضية وتستفيدوا منها دروس مستفادة أساس تتلافوا الأخطاء اللي ممكن تكون في الأسبوع القادم. بتمنى لكم أسبوعا يعني نهاية أسبوع جميلة ورائعة وسعيدة، وأراكم في لايف آخر. طبعا وهذا اللايف إن شاء الله أنا يعني حرفه على قناتي في سلسلة اللايفات، اللي بيحب يتابع هذه السلسلة يعني حيلاقي فيها فائدة كثيرة في إجابات على تساؤلات كثيرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأنهي حديثي بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.